السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال كيفاش كيتصابوا الارانب بنزلة برد. المهم كل شيء كيتوقف على التيارات الهوائية. التيارات الهوائية كما كتشوفوا، انا داير واحد العشة انتم بانيها هالبيبان ديالها انتم الباب والباب، ولكن ديما ما كنخليش عليهم البرد بزاف تيقدروا يضربهم البرد. لا، هما واخا صغار هما مخليهم هنايا. انتم انا نقرب لهم، انتم راني مقرب للصغار، ولكن انتم كتحسوا باللي هنا ما كيصوتش البرد. هما خصهم يتنفسوا على حسب الريحه. انتم كما كتشوفوا ديال الامونيا، ما خصش تزمتوهم، ولكن في نفس الوقت خصهم عاوتاني التيارات الهوائيه اللي جاتهم على غفله راهم كيتاثروا وكيمرضوا الرواح كما الانسان. عاوتاني الرواح ديالهم صعيب، هما صعيب بزاف. الا مشاو تمرضوا بالرواح مشكل، يعني كتولي خاصك بزاف ديال الامور اللي خاصك ديرها باش كتفك من ديك النزله ديال البرد، لان حتى هما كيبقاو يعطسوا، كيبقاو سيلان، مهم كيوليو وكيتعادى. يعني حذاري من التيارات الهوائيه مباشره. انا ديما انتم راني منفس، ولكن في نفس الوقت انتم غير النص. انتم هو داك الباش اللي عاد كان نديرو، وفي نفس الوقت هذاك البوله هي شعل شاعله كنشعلها في الليل باش يبقاو ياكلوا ويسخنوا ما ينعسوش. وبالنهار كما كتشوفهم كينعسوا، دابا ينعسوا ولكن بلاتي غادي ينوضوا ياكلوا. ولكن التيارات الهوائيه ماشي تخليهم مباشره. انتم انا داير الميكا القلع، انتم بهذه الطريقه كاشه، وخا دير انا داير كاشه ماشي مشكل. انتم شوفوا سمرني داير تمايا، حال عليهم واحد شويه باش يتنفسوا ديك الريحه، ما تبقاش مجموعه وخانقه. ولكن التيارات الهوائيه المباشره ماشي، لان كاين شي ناس قالوا لي غادي سولوني قال لك واش انت دايرهم في السطح، واش حنا نديرهم في السطح، وغادي يصدقوا. يصدقوا ها انتم راني دايرهم، ولكن كما وريتكم دابا انتم الحيط من الجهه الاخرى غير واحد الميط مخلي ما بين العشه والحيط، وحال غير النص ديال الباش. وتا هنايا انتم كتشوفوا انتم معايا، انا حال غير شويه، حال غير شويه. انتم البيبان هم انت مبلعين البيبان هكا، مبلع ومن هنا مبلع، والريحه ها هي انتم منفسه. ان التيارات الهوائيه غادي تدخل، ولكن ماشي غادي تصيب مباشره هاد الاخر الارانب، واكثريه الصغار كيتاثروا بزاف. يعني ما تكرهوش في الليل كاع تغطيهم، هاد الكاج يتغطى ماشي مشكل، ما تخافوا عليهم والو، غادي يتغطى. راه منفسين، راه الكاج كبير بنفس في نفس الوقت راهم منفسين، وفي نفس الوقت راهم محميين من البرد، لان هذا النزله ديال البرد راه مشكل كبير. عاوتاني هو بوحدو، عاوتاني اللي ما مغطيش مزيان. انا شوفوا سمراني داير حديده يعني زنكه، وهاد الزنكه من النوع الغالي، يعني ما كتصديش، راه غالفانيزي. انتم شوفوا دايرها من الفوق، انتم ها هو الكاج هنا، انتم الكاج، انتم انا داير شوفوا سمراني داير الفوق، يعني هاد الشيء الشتاء ما غاديش تاثر. هانتوما مخلي مخرج تال لا، وهاد الحديده هادي، هاد الزنكه هادي مصبوغه بالبيض من الفوق، يعني ما غاديش حتى الشمس ما كتديش منها، لان الاشعه ديال الشمس الا ضربت فيها يعني في الصيف ما كتحماش من ما كتسخنش من الفوق، من هاد الجهه هنايا ما تسخنش. هانتو راه هنايا راه كبيره، طاحت عليا شويه غاليه، ولكن يمكن شي 50 درهم للمتر، متر واحد ب 50 درهم. هذه راه شريتها يعني غير مصادفه، ما هي كدير 80 درهم. انا غير واحد السيد كانت عنده شريتها عليه ب 50 درهم للمتر. هذه راه تقريبا فيها 4 مترو، يعني راه طايحه بشي 200 درهم، ولكن راه كتنفع لا في الصيف لا في الشتاء. هانتوما يعني القضيه ديال النزلات ديال البرد هو موضوع ديالنا هاد النهار. حذاري تحطوهم مثلا في واحد السطح ويكون محلول هذاك السطح، والبرد كيدي وكيجيب. هذاك النزلات ديال البرد هما ما خاصهمش الشمس المباشره، وما خاصهمش البرد المباشر، يعني يكونوا منفسين، ولكن في نفس الوقت محميين من البرد. حتى الانسان كذلك، ما يمكنش تمشي لواحد الجهه فيها البرد وتعطيها وجهك هكا للبرد وتقول ما غاديش نمرض. لا، غادي يجيك السخانه، تجيك الرواح، السيلان ديال الانف، كذلك الارانب حتى هما حدوا من هذه القضيه هذه، انكم داكشي يكون متوازن، ديما وازنوا الحاجه. في نفس الوقت راهم منفسين، في نفس الوقت مثلا اللي دايرهم مثلا في واحد ماشي بحالي انا نقولوا ما دايرهمش في السطح، يخلي لهم واحد الشريجم
في نفس الوقت راه من الفوق مهوي، وفي نفس الوقت ماشي غادي يحطهم 11 جم وغادي يتسناهم غادي يعيشوا، غادي يعيشوا ولكن غادي يمرضوا بنزلات البرد. نزلات البرد راه حتى هما كيخرجوا على القنين. هاد الموضوع راه مهم، ردوا بالكم منه، خصوصا اللي عاد بادين يعني مبتدئين، حضيو من نزلات البرد. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار، شاركوا معنا، اللي مازال ما شارك يشارك معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، و الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.